هنا قوله إن منكم منفرين، أي من الصلاة التي هي موضوع الشكاية، التي هي موضوع الشكاية. قال إن منكم منفرين، أي ينفرون الناس عن الصلاة. الصلاة هي أعظم أعمال الدين وأهمها بعد التوحيد، وهي عماد الدين، والواجب تحبيب الناس إلى الصلاة وتقريب الشباب إلى الصلاة وتحفيزهم، حثهم عليها، ترغيبهم فيها، وألا يسلك أي مسلك فيه تنفير لهم عن الصلاة. قال إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس، أيكم أما الناس، أي صار إماما للناس ولو لفرض واحد، أيكم أما الناس فليوجز، أيكم أما الناس فليوجز. أقول لكم ولو لفرض واحد، لأنني تذكرت طرفة جميلة أرويها لكم. شاب في إحدى الدول يسكن في قرية وحفظ القرآن كاملا، والقرية فيها مسجد واحد ولا يتغيب الإمام، مواظب على الصلاة، لكن هذا الشاب أصبح متشوقا أن يؤم الناس ولو فرضا واحدا، لكن الإمام ما يغيب، استمر في المواظبة. يوم من الأيام قال له الإمام: عندي سفر إلى مكان قريب، ما أستطيع أن أصلي المغرب، تصلي عني؟ قال: نعم. هو في غاية الفرح ينتظر هذا من زمان، وقرر أن يقرأ بهم في صلاة المغرب سورة طه كاملة، لأن هذه فرصة الآن ما حصلت له إلا اليوم، وينتظر هذا بشوق. فقرر أن يقرأ بهم سورة طه كاملة وهيأ نفسه لذلك، وتقدم للصلاة، ولعله أخطأ من شدة الفرح، كبر تكبيرة الإحرام، ثم مباشرة قبل أن يقرأ الفاتحة قال: طه. قال الناس له: سبحان الله. ظن أنه لما سمع التسبيح أنه ما أحسن المخارج في قراءة طه، فحقق المخارج وهو يقرأ طه. قالوا: سبحان الله. أعاد الآن، هو ما يدري ما هي التسبيح هذا، ما يدري ما الخطأ. قالوا: سبحان الله. قالها مرة ثالثة طه، فأحد المصلين أحسن التنبيه، قال: الحمد لله رب العالمين، فعرف أنه ما قرأ الفاتحة، فقرأ الفاتحة وقرأ المعوذتين. وهذا الخطأ الذي حصل منه كان سببا في راحة الناس من تطويل شديد كان عازما عليه، لكن الله هيأ أن يخطئ هذا الخطأ ليسلم الناس منه. ولذلك قلت: ولا مرة واحدة، ولا مرة واحدة، حتى ولو تهيأ الإنسان مرة واحدة لا يعزم على أن يطول على الناس.